طب بمناسبة بقى ما احنا بنقول علي معلول ووليد، ندخل بقى على نجوم المباراة. احنا معانا أربعة من نجوم المباراة وهنجيب أرقامهم. عندنا نمرة واحد أيمن أشرف. أيمن أشرف لعب 96 دقيقة، يعني لعب المباراة كاملة. تمريراته الصحيحة 51 من 59، قطع 9 تمريرات. كويس؟ يبقى هو التمريرات الصحيحة 51 من 59، استخلص الكرة 14 مرة، الالتحامات الهوائية 3 من 3، يعني خد كل الكور اللي طلع فيها في الهواء. ده أيمن أشرف. ماشي؟ عندنا علي معلول لعب برضه 96 دقيقة، تمريراته الصحيحة 43 من 54، تصويب على المرمى 1 من 3، قطع تمريرات 8 تمريرات، تمريرات بينية عمل تمريرة بينية، استخلاص الكرة 3 من 12 وأحرز هدف. عندنا بعد كده ديانج لعب 96 دقيقة، عمل 74 تمريرة صحيحة من 82، عمل 4 مراوغات صحيحة من 4 مراوغات، عمل تمريرتين بينيتين صحيحة من أصل 3، قطع 6 تمريرات، استخلص الكرة في ملعب الخصم 3 مرات من 9، التحامات هوائية 1 من 2. كابتن شريف، بس انا بالنسبه لي انا باجي اتكلم على احسن لاعب في اي مباراه بشوف سلسله المباريات اللي لسه عندنا كمان. لا لسه في واحد رابع. مين؟ وليد سليمان. ما لسه ده نختار لسه هنختار ده. وليد سليمان لعب 22 دقيقه، جاب جولين، صوب على المرمى كورتين، الكورتين دخلوا جول، تمريرات صحيحه 5 من 9، مراوغات صحيحه 1 من 1. ادي الاربع لعيبه اللي هم من وجهه نظرنا نجوم المباراه.